أيام قليلة ويبدأ الفصل الدراسي التاني في المدارس والجامعات، ومرة تانية أولادنا هيروحوا المدرسة والجامعة. كتير من الأهالي بيسألوا عن إيه هي أهم التطعيمات، أهم اللقاحات اللي ممكن يحصل عليها الطلبة خصوصا وإحنا في فصل الشتاء. عشان كده هنعرف بالتفاصيل أكتر من دكتور مصطفى المحمدي مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. صباح النور. أهلا بيك يا فندم. يعني إيه هي أهم التطعيمات واللقاحات اللي ممكن يحصل عليها الطلاب مع بداية الترم الثاني عشان نتجنب يمكن أدوار البرد السايدة دلوقتي أو موجودة بشكل كبير؟ هو طبعا مع عودة الدراسة ويعني تواجد الأطفال في المدارس أو الشباب والمراهقين في الجامعات والتجمعات الكبيرة، طبعا مع برودة الجو ممكن وانخفاض درجات الحرارة بنلجأ لأن احنا بنقفل الشبابيك وبنبقى في ظروف يعني غير جيدة التهوية، فده بيساعد طبعا على انتشار مجموعة من الأمراض في مقدمتها الفيروسات اللي هي بيزيد انتشارها في الشتاء زي الأنفلونزا ونزلات البرد زي ما حضرتك ذكرتي، وده طبعا بيستدعي ان احنا اللي لسه ما اخدش لقاح الانفلونزا طبعا من الافضل ان هو ياخده حتى لو كان دلوقتي، وان كان من في النظره المجتمعيه للتطعيم ان هو متاخر دلوقتي، ولكن هي حقيقه الامر هو ممكن ناخده دلوقتي هيؤدي مفعوله وهيستفيد الشخص اللي هو اخذ التطعيم بالوقايه لنهايه الموسم، لان احنا لسه في موسم الشتاء حتى في الفترات القادمه بيستتبعها بعض التحولات في الفيروس. المهم ان هو موجود، والمهم ان هو حتى لو اخذ الشخص اخذ اللقاح دلوقتي ممكن يستفيد بيه. بننصح برضو بان احنا نعمل ابجريدنج او تحديث او تحفيز لجهاز المناعه بالنسبه لجرعات الكوفيد 19 او الكورونا للناس اللي هم من 12 سنه فما فوق، اللي هو لو ما اخذش قبل كده بنقول ان هو يبتدي ياخد الجرعات بتاعته، او اللي اخذ قبل كده ممكن ياخد جرعه معززه. ودايما نبقى حريصين على ان احنا الريكورد التطعيمي بتاعنا او السجل التطعيمي بتاعنا نعمل له تحديث او ان هو يبقى دائما مواكب للجرعات اللي احنا المفروض ناخدها. ناقصنا جرعات مثلا زي جرعات الجديري، ناقصنا جرعات زي المكورات الرئويه، ناقصنا جرعات زي الكبدي الف، نحرص ان احنا نديه لاولادنا واطفالنا وشبابنا اللي هم في الجامعات او في المدارس لحمايتهم من هذه الامراض المعديه اللي ممكن نحميهم بها من نحميهم ضدها باستخدام اللقاحات. طب دكتور، يعني هل في وقت او مسافه كده زمنيه ما بين التطعيم والتطعيم اللي بعده؟ يعني تطعيم الانفلونزا مثلا هل ممكن اخده اكتر من مره ده ما يستتبعش او ما ينتجش عنه او لا ينتج عنه اي اضرار على صحه من يتلقى هذا التطعيم او اللقاح؟ لقاح الانفلونزا الحقيقه لما فيش توصيه بتقول ان هو يعني ممكن استفيد لو انا اخذته اكتر من مره، هي التوصيه بتقول ان هو بيتاخد مره واحده كل موسم، بس عشان احصل على اقصى استفاده المفروض ان انا اخده في الوقت الصح اللي هو بيبقى في بدايه الشتاء عشان استفيد الموسم كله، لان هو طبعا زي ما حضرتك عارف ده لقاح موسمي، يبقى المفروض ان انا عشان مده مفعوله قد ايه يا فندم؟ يعني مده مفعول التطعيم ده قد ايه مثلا؟ هو بيغطي الموسم كله، يعني هو بيبقى بيحتوي على السلالات الأكثر انتشارا والأكثر حدة والأكثر تأثيرا على صحة الإنسان بشكل مباشر خلال الموسم اللي هو بيتاخد فيه. يعني لقاح الأنفلونزا بتاع الشتاء 2023-2024 بيغطي موسم شتاء 2023-2024 كاملا، السنه الجايه بيتعمل ابديت او تحديث للقاح، فالشخص المفروض ان هو ياخد اللقاح ده بيبقى عشان المتحورات يا فندم اللي بتحصل بالظبط كده، عشان المتحورات والتغيرات اللي بتطرق على الفيروس الانفلونزا والسلالات بتاعته ممكن تخلي تاثير جهاز المناعه عليه ما يبقاش متواكب مع اللقاح الموجود، بمعنى ان اللقاح بتاع الموسم اللي فات ما ينفعش للموسم الحالي، وبالتالي برضه لقاح الموسم الحالي في الغالب هيكون مش مواكب او مش مناسب للموسم القادم، عشان كده بنقول ان لقاح الانفلونزا لقاح موسمي ويتكرر كل سنه. مفهوم يا فندم. خليني اتكلم معاك عن موضوع مهم جدا، وهو في حقنه كده بتتاخد بدون ذكر اسماء بقى، بيروحوا عند صيدلي يروح هو عامل لهم ميكس كده فخفخينه يعني زي ما بيقولوا، فللاسف شفنا حالات وفاه كتير جدا بسبب ده.
يعني أرجوك وضح للناس قد إيه هي خطر، وأرجوك وضح للناس قد إيه لازم يعني يسألوا كويس قوي قبل ما يعملوا كده، واللقاحات معروفة يعني، ولقاحات الأنفلونزا بتبقى إيه هي وياخدوها فين، عشان في بعض الناس للأسف الضمير بيبقى مش يعني منعدم، فبيروحوا عند أي صيدلية لو سمحت يا دكتور ركب لي مش عارفة إيه على إيه، وبنرتجل وهنا بتحصل مشاكل كتيرة جدا. طبعا انا بشكر حضرتك على اصاله النقطه المهمه ديت لما تحمله من خطوره على المستوى الشخصي نفسه او على مستوى المجتمع اللي هو متواجد فيه. واللي حضرتك اشرت اليه ده عباره عن خليط من ثلاث مركبات، يتضمن على مركب الكورتيزون مع مضاد حيوي مع احد مضادات الالتهاب والمسكنات القويه، والخليط بيلجا اليه للاسف بعض اخواننا الصيادله او العاملين في الصيدله فيما يعرف بحقنة البرد. يعني خلينا من البداية نقول للسادة المشاهدين أن لا البرد ولا الأنفلونزا ليهم علاج مباشر متخصص لعلاج هذه الفيروسات، لأن دي أمراض فيروسية، والأمراض الفيروسية ما فيش علاج مباشر أو علاج موجه. ده بنقول إن احنا بناخده للبرد أو بناخده للأنفلونزا، اللي احنا بنستخدمه بيبقى علاج للأعراض اللي عندنا، خافض للحرارة، مسكن للألم، حاجة للرشح والزكام، يعني علاج الأعراض. أما إن أنا ألجأ لتركيبة ما فيش أي توصية طبية ولا أي دراسة علمية اتعملت وأثبتت إن فيه علاج لنزلات البرد أو للأنفلونزا، في حقنة واحدة على الأقل يعني. تمام. وخصوصا إن التركيبة اللي هي موجودة يعني فيها مضاد حيوي، طب أنا يعني لو عندي نزلة برد أو عندي أنفلونزا دي إصابات فيروسية، المضاد الحيوي إيه دوره هنا؟ وإيه المضاد الحيوي اللي أنا هاخده حقنة واحدة؟ بالإضافة للكورتيزون وما يستتبعه من مخاطر قد تترتب على على على, على تلقيه بهذا الشكل، بالإضافة لاستخدام المسكنات، وعشان كده الشخص بيحصل أو بيشعر بتحسن زائف بيترتب عليه في حاجات ما بيشعرش بيها تضر هو على المستوى الشخصي وممكن تضر المجتمع على المدى البعيد، ولكن ولذلك ننصح دائما بالبعد عن هذه المركبات والبعد عن هذه المستحضرات واللجوء للطبيب المتخصص وعدم الاجتهاد من تلقاء نفسنا بان احنا نتلقى ادويه بدون استشاره طبيه. احنا بنشكرك جدا على التوضيح، دي نقطه مهمه جدا، وبنشكرك كمان على كل هذه المعلومات الدكتور مصطفى المحمدي مدير عام التطعيمات والمصل واللقاح.